السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفو القاعدة الرابعة اللي عندنا، اللي هي تيوريم دو ميلمان. رابعا كبيرة تيوريم دو ميلمان. هنا في هذا تيوريم دو ميلمان امتى كنستعملوها؟ كنستعملوها الى كان عندنا جوج ديال لي جينيراتور ولا ثلاثه ولا اربعه فما فوق، ويكونوا اون باراليل. الى كان عندنا جوج ديال جينيراتور فما فوق كنقدروا نستعملوا هاد تيوريم دو ميلمان. واخا، والهدف ديالنا في هاد ميلمان هو اننا كنبغيو نحدو واحد الطونسيون. اوكي، واحد الطونسيون باش نديرو واحد المقاربه، واحد نوضحو واحد الفكره بين سوبر بوزيسيون او ميلمان. سوبر بوزيسيون شنو كنا قلنا عليها؟ امتى افضل حاله اللي كنبغيو نستعملو فيها سوبر بوزيسيون؟ هي ملي كيكون عندنا جوج ديال لي جينيراتور، ولو بيت ديالنا في السوبر بوزيسيون كنبغيو نحسبو لو كورون اللي داخل في كل برانش. بالنسبه للميلمان اش قلنا؟ قلنا اننا كنستعملوها الا كان عندنا جوج ديال لي جينيراتور نيت ولا ثلاثه ولا اربعه فما فوق، يعني جوج الفوق كنقدروا نستعملو ميلمان. ولو بيت ديالنا هو كنبغيو نحدو لا طونسيون. ميلمان كنبغيو نحدو لا طونسيون، سوبر بوزيسيون كنبغيو نحدو لو كورون. مزيان، غادي نعطيو واحد المثال باش نشوفو تيوريم دو ميلمان. نقولو مثلا عندنا واحد ريزيستانس هنا، وعندنا واحد الجينيراتور هنا. نديرو مثلا سيركوي غادي، يعني راه غادي يكون طويل مثلا بحال هكا. واحد ريزيستانس اخرى، واحد الجينيراتور اخر هنا، وهنا نديرو اون اوتر ريزيستانس جينيراتور. ار2 وهادي ار ان، وهنا او1 او2 او ان، يعني راه يقدر يكون شحال من جينيراتور هنا باش نديرو غير قاعدة اون جينيرال. هنا شنو قلت لكم قبيله؟ شنو قلنا؟ قلنا انه كان الهدف ديالنا من هاد ليكزيرسيس هو نحدو، من هاد التيوريم يا ربي، هو نحدو لا طونسيون U. نسميو هادي صافي، نديرو ليها إنيت لا طونسيون U اللي كاينه هنايا اون باراليل. القاعدة ديالتها هي هادي U إيتيكالا E1 سور R1 زائد E2 على R2 زائد الآخرين اللي غيكونوا هنا زائد EN على RN، وهادو كاملين مقسومين على المقلوب ديال لي ريزيستانس، يعني واحد على R1 زائد واحد على R2 زائد اتسيتيرا زائد واحد على RN. هادي هي القاعدة ديال تيوريم دو ميلمان. الهدف منها هو اننا كنبغيو نحدو لا طونسيون. سيتو. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله الجاي غادي نديرو واحد التمرين ابليكيو فيه، نطبقو فيه هاد القاعده.